عسلامة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع في لمة جديدة على الوطنية. سعيدة جدا بأن نلتقيكم الليلة مع الفنان القدير حسن المبروكي. مش نحكيه تفاصيل كبيرة عن قفصة وعن الأعمال المسرحية اللي طبعت مسيرته، إلى جانب مسيرته الكبيرة في الدراما التونسية من خلال الأدوار اللي تقمصها في عديد المسلسلات. خليكم معنا اليوم، احنا موجودين في زغوان. احنا اليوم موجودين في زغوان، فيها الجو الحلو، فيها الاماكن الطبيعيه المزينه. اللي يقول زغوان يقول النسري كعك الورقه، ويقول اهم من كل هذا الكل المناظر الطبيعيه الحلوه. على ذلك جينا اليوم حتى باش نوريكم المناظر الطبيعيه، ولكن الاهم من كل هذا باش نكون على موعد مع ممثل قدير عنده عديد الاعمال المسرحيه، وكيف كيف عنده عديد الادوار اللي قاعدين تتفرجوا فيها على الوطنيه من خلال الاعمال اللي قاعدين تتفرجوا فيها، وهو جزء كبير من تاريخ الدراما والمسرح في تونس. معنا الممثل القدير حسن المبروكي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك انت اختي نعيمه، ويعطيك الصحه وشكرا لك على هذه الاستضافه الجميله، وان شاء الله تكون سهريه حلوه على الوطنيه وخفيفه على المشاهدين، ويعطيك الف صحه خاطر ديما تتذكر فينا، وهذا شيء جميل معناها ويفرح المبدع التونسي كي معناها يتذكروا سواء بالاعمال او باللقاءات. المعروف على الممثل القدير حسن المبروكي هو الأعمال اللي طبعت مسيرته في المسرح التونسي، خصوصا في مسرح قفصة، من خلال الجراد، جواب مسوقر، مجنون رقم 7، وغيرها من الأعمال الدرامية اللي ما زالت إلى يومنا هذا يتفرج فيها المشاهد التونسي ويحب أن يعاود يشاهدها لأنها أعمال قيمة وطبعت مسيرة عديد النجوم في تونس. اليوم حسن المبروكي برشا أعمال، برشا نجاحات، كيفاش تعيش نجاحاتك بعد مدة كبيرة هكية كي تبعد شوية؟ إنسان وقت اللي يبدأ يمثل، وقت اللي يعيش النجاحات، يظهر لي ما يشوفهمش كيما اليوم، يعاود يشوفوا ويشوف الجمهور أعمال قاعدة سنوات. كيفاش تعيش النجاحات هذيا؟ وعلاش استمرت النجاحات؟ لأنه نعرفوا ساعات مسرحية تدوم عام، اثنين، ثلاثة، أوكي، أما تدوم 23 و24 وأكثر من العمر هذايا الكل. وهي ديما تبقى ناجحة، هذا كله راجع للمخزون الثقافي والفني اللي تمتلكه معناها هذه الاعمال سواء في المسرح او في الاعمال الدراميه. وانا بصراحه فرحان وسعيد ولو اني غايب معناها برشا لعده سنوات على التلفزه التونسيه، ولكن فرحان بالاعاده الاعمال سواء لي انا ولا لزملائي، وهذا شيء جميل معناها يتذكر الفنان الاعمال الجيده اللي قام بها مع زملائه. وان شاء الله وان شاء الله تستمر هذه النجاح كما قلت لك، راهو لعده اعتبارات سواء معناها الفنيه، سواء معناها من الاداء الجيد، سواء من كتابه النص الجيد. قوم 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 انا يا خياني ماشي مع عمري، ديما تعطوني بالحلوى وتخبطوا فيها وتضربوا فيها،
بالله مبروكه وما تبري بالله مبروكه قاعده في بلوكه تدلعني ضرب الدربوكه. اه يا عبد العاميه يا عبد العاميه مسكر عنايا ميزو دري من عود عمي ابو طربوشه خي عمي ابو طربوشه خذي المرع ما لقيتهاش الطبلي هاي خذ لي مرأة وركبني نافوك الشحبة وهي تمشي على رجليها اشمادة فيها وفي اخوها وفي مولاها ويناع البها وبولي عاول فيها ويزري فيها هاي من عبياش مرأة سحارة خاي من عبياش مرأة سحارة ما تسحر فيها خاي خذ لي مرأة سحلم خاي لا خير اللي بترفس اشبيك خاي يعطيني شوي كربورة اللي جاعدة خاي يعطيني شوي لا زلزال ولا ضباب ولا مصيبة ولا جنون حل علينا يا ربي. أعمال ذي توفرت فيها كل سبل النجاحات، الممثلين ممتازين، النص الجيد، الإخراج الجيد، وجات زادة في فترة مهمة برشا اللي أنتم كنتوا الكل متجمعين في قفصة. أي عبد القادر مقداد نوجه له تحية، فاضل جلينزا، لطيفة قفصي، الكلكم محمد مير، حمد عمار، حمساس القطاري، لطيفة القفصي، كانت مجموعة كبيرة كبيرة وكنا متمسكين معناها في العمل، وهذا والدلالة على ذلك نجاحات معناها أعمال فرقة قفصة، وشفت معناها سنوات أكثر من 40 سنة والتلفزة قاعدة تعاود في أعمالهم، وديما الناس معناها متشوقة معناها لرؤية الأعمال وديما تعاود وديما تعاود معناها تتفرج. أنا بيدي ديما معناها تلقاني معناها متشوق معناها باش نتفرج على كي تعاود تتفرج شنو تتذكر؟ نتذكر برشا حاجات. أعطينا حاجات اللي تذكر مثلا كيفاش كنا نقراو معناها نبداو في لكتير معناها إيطاليان معناها بطبيعة الحال تحت إشراف الفنان القدير ونوجه له تحية بهذه المناسبة عبد القادر المقداد، هو عملاق بصراحة عملاق كبير ورمز من رموز الفن التونسي. ونبداو معناها بالفرق بل قداش تبداو تحضروا في النصوص وتبداو في جلسات؟ تبقى أول البداية بتاعنا تكون معناها بالقراءة النص، معناها نبقاو حتى ثلاثة بالأربع أيام خمسة أيام وبعد مراجعة النص توقع معناها برشا اقتراحات باش نكتبوا فيهم، فهمت الله، باش نبدلوا معناها فيهم، معناها نبقاو برشا معناها في مراجعة النص. وقداش تقعدوا في التدريبات بل ما تعرضوا المسرحية للجمهور؟ أقل ما يمكن معناها شهرين ثلاثة شهور قبل ما تمشي للجمهور وشاهدها. أي قبل ما تمشي معناها للجمهور وشاهدها، هذا بطبيعة الحال. ونبقى معناها في النص نبقى ثاني مدة كبيرة راهو حتى النص. قديش النص؟ النص يمكن شهر ونص هكاك على حسب التقريب، فهمتي، نبقاو نراجعوا فيه، فماش فيه استضافة، فماش فيه اقتراحات جديدة معناها نكتبوا فيهم، كنا نشاركوا معناها ديجا. تشاركوا وتاخذوا على الطاولة وتزيدوا تنقصوا. ايوه نزيدوا ونقصوا، بطبيعة الحال كما قلت لكم ديما تحت إشراف الأستاذ عبد القادر المقداد. نحسب أيام الزمان، الزمن واحد بواحد، والزمان مالو حبيب أبدا. سمير وليدي، ما حوالك وليدي؟ لاباس؟ على سلامتك يا سمير. على سلامتك. سمير شو عملت لي؟ نجحت؟ هيا الحمد لله الحمد لله. قول لي عاد سمير خويا، ناوي تخدم معنا في الفلاحة ولا توك تخرجت معمل على وظيفة في إدارة؟ تيزي يا خال، اشنو تحب الناس الكل تولي فلاحة كيفك؟ خليه يتكلم، متعود على انتقاداته. لا مانيش فاهم، واحد يولد في الفلاحة يتربى فيها ينوب عليها ربي، يقرأ ينجح ينساها الفلاحة،
ربي ينجحكم الكل وليدي. يا مريم هليلة شدوا لنا فروج ولا فينا دجاج، خلينا نفرحوا بثمين. الله يبارك. هاي ليلى هاي. سلام بابا. الله يسلمك. ما هو لباس. هانا نقاسو وهانا نعانو. بابا شبيك؟ شنو اللي وقع؟ قصوا علينا الماء من الواد. قصوا علينا الماء؟ شكون اللي عمل لها العملة؟ ما يكون كان محمود الكذب ونسيبوا فتحي. وباش ضريتوهم؟ حشتهم بالأرض، يحبوا يبيعونا فيها بالسيف. النهار عمرهم ما يشوفوها. احنا ماناش ولاد الاخضر ولا عائلة السايح ولا دار الزيتوني اللي بيعوهم في ارضهم ظلم وخرجوهم منها دموعهم تسكسك. اليوم نوريك فيهم. شوية خالد ريز روحك، خل نشوفوا حل. خالد وليدي خلي الحاكم يفصلها. هذوما لا يحكر ولا حاكم لحتى حد، متسلطين علينا. واذا كان يحبوا يشريوا الارض يشريوا الارض يشريوا الأرض ونبعها. في الحصاد كنت فما حكاية مزينة، وكان وجودك فيه وجود قوي. كيفاش تخلصت من شخصيتك في الحصاد؟ الحصاد بصراحة حاجة كبيرة بالنسبة لي أنا، خطر هو اللي عرفني بالجمهور التونسي بصفة عامة، ولو أني عملت حاجات أخرى قبل، لكن مدوري في الحصاد كان متميز جدا، وكان رد فعل الجمهور معناها جيد أيضا، وكان لي الشرف معناها باش خدمت مع ممثلين كبار كما منصف لازار الحطب الذيب الله يرحمه، مجموعة كبيرة من الممثلين. والمسلسل أيضا كان جيد من ناحية أيضا النص، كان يمس التونسي جيد معناها في كل الطبقات، سواء الوسطى سواء السفلى سواء العليا سواء من الطبقة البرجوازية، نقصي دور فتحي دور رضا، الطبقة الوسطى نلقاو الحطاب وأولاده خالد أحمد الحفيان، فهمتني؟ كان من وايح الكل معناها مسير. كيفاش عشتوا الدور؟ والله عشتوا خالد كأني خالد بالضبط، بحكم معناها الرمزية، بحكم الأرض والصراع معناها من أجل الأرض، والأرض كانت بالنسبة لي أنا قيمة كبيرة ياسر، معناها ترمز للوطن وترمز للمرأة، فهمت؟ وبطبيعة الحال معناها كنت مع في وسط مجموعة معناها هائلة، معناها عندها معناها مستوى فني كبير. شنو أضاف لك الدور؟ أضاف لي الكثير، أولا حب الناس، أضاف لي أيضا معناها تعامل معناها رقي في الأداء الفني، فهمت؟ خاطر كما قلت لك كنت مع مجموعه هائله برشا، واكثر شيء هو محبه الناس معناها في الدور هذا، ورد فعلا معناها من ناحيه الدور دور خالد في مسلسل الحصاد. المسلسل هذا كنت معناها في وسط مجموعه كبيره كما الحطاب الزيد، كما منصف لازار، كما فتحي الهداوي، كما خديجه بن عرفه، كما نزيهه بن يوسف، كانت مجموعه كبيرة معناها من نوايح الكل، سواء الفنية الثقافية، وتعلمت منهم برشا، وكان حتى دوري معناها أضاف الكبير فنيا معناها بحكم أني كنت وسط معناها مجموعة كبيرة معناها مثل الممثلين هذولا. مسلسل الحصاد شنو أضاف لك فنيا؟ شنو أضاف لك كممثل؟ شنو الإضافة اللي خديتها منه كمسلسل؟ هل أنه عرفك بالجمهور؟ هل أنه أعطى بعض آخر للمسلسل للممثل حسن المبروكي، خصوصاً أنه أنت أكثر ولد المسرح واليوم طلعت عبر شاشة كبيرة، شاشة التلفزة الوطنية؟ أضاف لي الكثير، أولاً محبة الناس، ومن ناحية الفنية أولاً كثرت برشا العروض علي في المسلسلات. أنا بعده هو خدمت بطولة في زهرة في خيالي، قبل زهرة في خيالي كذلك خدمت بطولة في حكم الأيام، وكان دور متميز، وكان نقلة نوعية تعتبره في حياتك؟ بطبيعة الحال والتو إلى حتى الآن أو قرابة معناها 29 سنة، والناس ديما معناها تعيط لي باسم خالد. We'll be right back.
ما العمار يحب على بقعتك. هذاك اللي فهمته من كلام مراد. سيد احمد، ما يكون كان عمار هو اللي بعث لك الجواب. ما يجيكش عجب، يمكن هو تلقى حب يعركنا بعضنا ويفسد لك علاقتك مع محسن ويجبدك معه في صفه، وهكاك تولي تتآمر على محسن معه. انا ما فهمت شيء، ما نعرفش بيه تصدقت ولا شنو، بجاه ربي فهموني معاك. شوف سيد احمد يحب يقول لك اللي هو يشك في عمار بعث له جواب ويكلم فيه في التليفون، زعمة ينبه فيه اللي ما بيناتنا علاقة وخونه فيه، فهمت ولا؟ نعم؟ شنو؟ شنو هي الحكاية هذي؟ وانت سيد احمد شكيت فيها؟ باهي اقعد وفسر لك، اقعد. في الاول تنرفز وتغشش زاد، اما وقت اللي فسر له سيد طاهر الحق انت عربي فهم اللي علاقتنا بريئة. بارك الله فيه سيد طاهر، اما يظهر لي اللعبة حرش ولا مصد، وتقريب لعاد ينفع فيها العقل ولو سعبان، وعمار اليوم هذا نجبد له عينيه ونصفر له روحه. يا ولدي ريض روحك سي عمار، هذا الوقت الحاضر ما عندنا عليه حتى حجة، لو كانت تمشيله وتجبد له الموضوع تكون طالب تولي مطلوب. لكن تو اللعب ما عادش بقت عن الخبزة ولا بقت عن الرقبة. أحسن حاجة يلزمنا نكونوا متحدين وكلمة واحدة باش نفسدوا له الملعون. لكن بجاه ربي يقولوا لي الوقتاش باش نقعدوا نتفرجوا على المؤامرات اللي عملوهم ضدنا. شوية صبر ويلزمنا نحلوا عينينا، وبالأخص انتوما، والسيد هذا ما عنده يوصي، لازم باش تكشف ويحصي. هيا تفضلوا، هيا الفطور حضر. هيا نمشيو لمسلسل آخر ما يقلش أهمية على مسلسل الحصاد اللي هو حكم الأيام ودور محسن. يختلف كلين على دور خالد، ولكن يظهر لي في الاثنين في الحالتين أنك أنت كنت فيهم البطل واللي شديت الجمهور واللي كان عندك يعني بصمتك في المسلسلات هذية. كيفاش نجمو ناخذ أكثر تفاصيل على المسلسل هذية حكم الأيام ودور محسن فيه؟ بطبيعة الحال هو دور محسن في حكم الأيام فيه مساحة كبيرة كما دور خالد في الحصاد. التصوير وصلت معناها نصور في 24 سيكونس معناها بالنهار، سيرتو في الإدارة، في الإدارة اللي تابعة الشركة معناها اللي يملكها شخصية الطاهر مع شخصية إبراهيم. وكان ثنا تعبنا فيه برشا مع في ناحية التصوير، ولكن مع هذا كانت الظروف معناها طيبة، معناها خاطر حتى المسلسل بحد ذاته كان يمس التونسي برشا، معناها سواء الطبيب سواء المربي سواء العامل، فهمتني؟ ودام تقريبا يمكن ثلاثة أشهر معناها من غير طبيعة الحال الشهر بتاع المونتاج واحد، وكانت الأجواء طيبة. وحتى رد الفعل صحيح بالنسبة لي أنا كدور خالد أعطاه أكثر معناها شعبية ومعرفة أكثر بالببليك من دور محسن، رغم دور محسن معناها كان أكثر معناها مساحة معناها في المسلسل هذا. ولكن مع هذا حتى الدور هذا أعطاني معناها إضافة كبيرة، معناها البعض من المخرجين باش طلبوني معناها بعد معناها في أدوار أخرى في أعمال درامية أخرى. إذا كنت تسمع كلامي أنت ما تمشيش، خليني نمشي أنا وحدي خير. المسألة هذه ما تهمكش أنت، حاجتهم شبيك حاجتهم بي أنا نجمش تفصلها. النصر هي كلمة واحدة باش تقولها، باش نقولها أنا في بقعتك، يمينة ما نعطيهاش للمهدي، واللي يدخل في هالمسألة ميلون كالروح، تو الناس كل تتفرج على أرواح. مش هذا الكلام باش نعطي يمين. كيفاش؟ المنداف اللي ناصبين هولي يزم يطربك فارغ. ما فهمتكش. خ ما فهمتش علاش أكلم الكل قدام القهوة الناس الكل ملمومة ويحبوا دانوا الخطبة غادي؟ ما باش يشدوك بالكمشة. ما نظنش. هو ماشي في بالهم. باش نقول لا. عاد فما اللي باش يجي من صفي ويقول ايه الناصر عنده الحد. كيفاش يعطي يخطى الواحد بوهالي؟ وفما اللي باش يلعبوا له بعقله. واش باش يقول؟ يقول لا عيب عليه الناصر،
ما له هلا ولد عمه كيفاش؟ ما يتحقرش الراجل غادي فين باش يدخل الشيخ والعمدة عمال يدخلوا ويعملوا فتنة بين ولاد العم وتكثر علينا الجواسيس ونتحصروا كالفيران في الجبل. مسلسل غادة زادة مسلسل كبير وفي شخصية مهمة بالنسبة لك انت، ما كانش الدور كبير وبطولة كما المسلسلات الاخرين، ولكن المساحة نتاعو كانت كبيرة برشا بالنسبة لك انت فنيا. لو كان نحكيو اكثر تفاصيل على المسلسل هذا، كيفاش عشت وكيفاش عشت الدور، كيفاش كانت الاجواء الفنيه؟ نعرف قداش الممثل بخليف انه يظهر قدام الكاميرا وتفرجوا فيه، ولكن فما برشا حاجات تصير وراء الكاميرا. مسلسل غاده اخذيت فيه دور ثانوي، دور المولدي ولد الشيخ الطراب. هو احد منظمين تلك القريه، كان معناها المسلسل يتحدث على وقت الاستعمار، كان المولدي وقتها كان مخالف معناها الواد اللي كان ديما معناها كل قومي نقولوا احنا قواد معناها لفرنسا، كان ديما يناظر من الشيء هذا وطلع حتى للجبل وقتها مع المنظمين حتى وين توفى، وتوفى وقتها بنداء من والده وقتها معناها قتلوا معناها المنظمين اللي معاه، بقى كان هو خرجوا وقتها من المغارة على اساس توي ما يقتلوكش ويسامحوك معناها ويترجى فيه وراي امك تستنى فيك وكذا وكذا. كي خرج المولدي معناها خرج في خرجته بالضبط معناها قتلوه. مات المولدي لكن قد حسره وجيعه كبيره عند بوه. كيفاش هو كما يقول فيها معناها في الجمله، كيفاش هو اللي سلموا معناها بيديه ليهم وقتلوه. المول تواصل وقتها بقى حاقد على المستعمر الشيخ طراب، وبقى يناظر ويواصل يناظر يناظر حتى ينحيك الوجيعة اللي في قلبه هو المتمثل معناه في فقدان ولده المودي، حتى مات، ولكن مات وهو مناضل وكان مفخرة معناها لعائلته ومفخرة للقريته والأهل قريته، وكانوا الناس كل معناه حبوه معناه في آخر أيام حياته. يظل في مسلسل غادة اللي أغراك في الدور واللي خليك تحبه هي الأجواء الهذية اللي عشتها مختلفة عن المسلسلات الأخرين. بطبيعة الحال شخصية المولدي رغم قصر الدور، ولكن كي قريته استمتعت به رغم ما كانش موزع لي وقتها. ميلا لشكون؟ كان موزع المرحوم أحمد السنوسي الله يرحمه. الله يرحمه. شو صار بش ولا عندك؟ قلت له عليه، قلت له يا ولدي رام أنا رام ندوني دور آخر، ولكن بعد أعطوني دورك أنت. قال لي يخدم على روحك أحسن كما هكا. الله يرحمه. عاد خذيت الدور، عجبني الدور وكانت الأجواء ممتازة. وتعرف نذكر نهار ثم سيكونس 457 هكا نذكرها، صورناها في نهار نهبط أنا ومحمد السياري من الجبل، فهمتني؟ هو في الواقع هو فخ من الشيخ التراب اللي هو والدي، فهمتني؟ باش يشدوا الناصر ويشدوا المولد معاهم اللي عملوا قلق معناها للمستعمر. نهبطوا من الجبل، ومن الجبل نوصلوا اللي كيما نقولوا الرحبة المراح الرحبة، فهمتني؟ لوين قاعد الشيخ معناها واتباعه أهل القرية باش يشدوهم. لكن وقتها يجي معناها فتح الهداوي، يجي مغادي فتح الهداوي معاه على أساس باش يخطب هو يمينة، ومعها وقتها نور الدين بن عياد. كانت معناها سيكونس مقسم على ترواي كوب، معناها تصور نهارتها عملنا سيكونس واحدة وقت التصوير، عملنا سيكونس واحدة. وبصراحة كانت الأجواء ممتازة ياسر مع المخرج الحاج سليمان، ربي إن شاء الله يفرج عليه ويشفيه بجاه النبي إن شاء الله لاباس. وكان مخرج ممتاز، وكان ديما عنده معناها يلقي معناها محلي وصيدي قراني. إذا كان ما يلقاش الحاج سليمان، إذا كان ما يلقاش قلم ورقة باهية واحد ما يخدمش، ودلال على ذلك مخرج كبير كما الحاج سليمان. الحاج سليمان إن شاء الله لاباس، كان درسني في درس برشا برشا من زملائي المخرجين اليوم. محليه زادا وقت اللي يكون أستاذك وانت زادا اليوم تحكي عليه كمخرج ونحكيه عليه زادا كأستاذ اللي قرانا وقرى برشا تلمستوا اليوم، هم مخرجين في برشا بلايس في تونس في التلفزة الوطنية وفي غيرها من الأماكن اللي وين ما قاعدين يمارسوا في مهنة الأخراج ما شاء الله عليه. أهلا سلملم، صباح القصائد ولا شعار هك بكري اليوم ولا شنو؟
قمت تسري ورا شياطين الشعر. أما أنت من اللي نحيت الناس القمان مخر ولي تصبح زيتك في النوار. ها؟ إيش خير من القمان بكري يا سالم يا أخويا؟ الواحد يخلي عصافر وتسرح في النوار يمشي للخدمة ناشط الزقزق كانالو الضوء 29. شوف الدنيا يا سالم يا أخويا. ترى؟ كيفاش تضحك للجر والحجر وخزر النسمة والشمس كيفاش يدغدغوا في البحر. شنو ولي الشعر أكثر مني وأنا في باليش؟ واش خصني يا سالم يا أخويا؟ أنا روحي ماني شاعر به، أما نهار نحس بوجودها نعمل عرس عوادة وش نقطة وارجع للسطر. المقالة اللي خرجت اليوم في الجريدة هي اللي عجبني. تنسى ما تتحدث، هات خلينا نستفتحوا على بحر من البحور الطويل وإلا المتدارك، خلي الواحد يتفرشك ويبدأ نهاره بالعنبر مدام ربي ما حبش يهديك وتخلي لي ننشر لك على القليلة قصيدة ولا اثنين. اسمع بشير، أنت صحافي اللي تتفاهم عليه انت والبلومه في الليل والغدوة على الصباح خلق ربي كل يسمعوا بيه، اما انا وبلومتي عايشين بستره تواسينيه مرتاحين متفردين، ولهذا خلينا رايدين. والى متى يا سيد؟ انا يا اخي نسميها انانيه ولا بربي قل لي الواحد اش يعمل بيد ما يدويش ولا معلم يقريش. انا بشير نقرض في الشعر مش انت تقرض في صوابعك مش في الشعر، على خاطر شهرك الناس ما زلت ما رت منه شيء. قول اللي تحب. هات عاد. لا يا ولدي باش نقرا مش باش ننشر. قلتك لا. مسلسل يا زهرة في خيالي يعني ثالث بطولة ليك. دور كان صحفي ولكن وكأنه الدور هذية ما كانش عطاك الإضافة والبعض اللي عطاه لك المسلسلات الأخرين. لا طبيعة حالي رغم الإضافة اللي خذيتها في مسلسل حكم الأيام واللي خذيتها في الحصاد ما كانتش هي بيضة فيها زهرة في خيالي. صحيح ما كانتش، رغم معناها مساحة الدور كانت كبيرة برشا فهمتني، وما نكتبش عليك أنا بصفة عامة خذيت على جال الفلوس مسلسل أي وقتها نخدم النهار ونلقاه موجود في برشا بلايس. ما نكتبش عليك، أما هو كأثر معناها ما خذاش اثر معناها كبير، رغم قلت لك معناها دور المودي رغم معناها صغر الدور ولكن خلى اثر معناها عند الجمهور التونسي فهمتني. انا خدمته ممكن اعطيته حقه فهمتني لواحد، ولكن كما قلت لك معناها رغم كبر مساحته ما عطاش اضافه كما دور خالد او دور معناها محسن في حكم الايام. يعني الدور أخذيته من الناحية المادية أكثر منه فنية، رغم أنك عارف من الأول اللي أنت عامل زوز مسلسلات أقوى منه، ولكن فضلت أنك زادة باش تعادل ما بين الفن وما بين الجانب المادي اللي هو مهم في حياة أي ممثل. والله أنا نخزر الاثنين ما نكتبش عليه، نخزر الاثنين. لكن في المسلسل الذي أخزرت أكثر الفلوس. أخزرت صحيح أكثر في خالد لا مثلا. في خالد مثلا ما معناها قبلت ديركت معه فهمتني، اما في هذا صحيح خزرت معناها من ناحيه الفلوس، ما هو الواحد ديما يخزر من الناحيه الفنيه ولا من الناحيه الماديه، هذا مثلا انا نذكر انا اخترته خاطر موجود ديما، كان المرافق والمصاحب معناها للشخصيه الاولى هي دور مصطفى العدواني. من وقتاش رجع لتونس يا شباب؟ ما نعرفش بالضبط، اكيد مازال كيف جاء. وش برجعوا بعد السنين كل؟ المفيد قال يحب يقابلك. يقابلني؟ لواه؟ ما كانكش حكيت معاه جملة يا بشير. تعرف اللي ما هياش أخلاقي هذه يا سالم. الرجل جاني للدار وحشمني. تبقى أنت حر ما عينكش باش تقابله ما تقابلوش، نقطة ورجع للستر. وفوق هذا الكل، شنو اللي تخسر كيف تقابله وتسمع؟ شنو اللي نستنى باش نسمعوا من واحد وابش ما يسواش؟ يخلي مرأة وثلاثة صغار في رقبتها، يخرج باش يخدم لبرا، يجبدها 15 سنة على فرد الفص. تو هذا عبد. اليوم كل سؤال وكل مسلسل نحكيه عليه إلا تقولي خاطر الفلوس أنا اخترته، وإلا خاطر فما عدد كبير من الأيامات اللي أنا اخترت باش نشارك فيه المسلسل هذي على خاطر المادة والفلوس. هل أنه اليوم الأدوار تحكمها بالنسبة لك أنت المادة وإلا تحكمها زيادة قيمة الممثل وقيمة الدور؟ مش الفلوس تحكم وإنما قيمة الدور أيضاً. وانا مثلا الدوار فيه فلوس ولكن بصراحه مش دور، ما لقيتوش دور ما عجبنيش. انا اكل الادوار احدهم نقولوا احنا دور هامشي ما عندوش معناه سبب رغم فنية. انه عجبك فنيا طبيعه الحال ممتاز جدا الدوار، احنا من كنا نعملوا في الدوار سوريا ما عندها شيء،
هي تتفرج علينا. والله وكان والله العظيم كان مسلسل ممتاز. احنا وقتها وكان جت عندنا فريمون رجال اعمال تشارك معناها في الاعمال الدراميه، راه وين وصلنا، راه ايش بيك الدوار وقتها يتفرجوا عليه في سوريا. قاعده التلفزه الوحيده هي اللي تنتج في الاعمال هذه، كان جيت معها رجال اعمال وشركات كبيره، كان عندكم حظ اوفر باش تكون عندكم اعمال كبيره، اعمال برشا. كبيره برشا، ومعناها وتكون على طول معناها العام، معناها مش معناها في رمضان هاو زوج مسلسلات او كذا. رغم قبل والله كانت زوج مسلسلات وواحد، وكانت رحمه كانوا يبعثوا العباد من قفصه الكاف الجندوبه القروان، والناس كل تجي تحضر كاستينج واحد وكذا. اي تو ما فماش كاستينج، ما عادش تسمع به، هاو بدا المسلسل هاو كمل لك، هاو ما عادش تسمع بالكاستينج كريمو. ولا انا كيفاش نبقى تاع الرسول، تو الجول نتاعي يا رسول الله خلق ربي هذا ما يجي حتى في عمل الدرامي اخر. تو شوف راه مش من 2005 ما شاركتش في اي عمل درامي، صحيح جتني يمكن مره ولا اثنين حاجات معناها هامشيه ايضا عابرة. اي ولكن معناها ما لقيتها حتى تفسير، قلت حتى الكاستينج ما عادش تسمع به خلاص اصلا. راه مش هذا كان انا بالضبط، فما زملائي برشا كما في فرقة قفصة، برشا كما محمد ساسي الكباري، حمادي عمال، فضل جلنزة، مالك، يمكن الوحيدة لطيفة القفصي معناها اللي قاعدة معناها مستمرة تشوف فيها معناها في أعمال. علاش لطيفة القفصي هي الفنانة الوحيدة بالنسبة لكم أنتم كممثلين نقاط حاضرة؟ وكأنه لطيفة فرضت نفسها أكثر من غيرها. تقريبا هي ما استثنيتها حتى قناة، ما استثنيها حتى مخرج، ديما ما شاء الله عليها لطيفة موجودة. وهي فرضة روحها تحس. لطيفة القفصي هي فرضة روحها، ومن ناحية أخرى بصراحة هي ممثلة قديرة ومتمكنة وعندها حرفية كبيرة. انا خدمت معها سنوات معناها في المسرح، ممثله بصراحه عندها كفاءه كبيره وعندها حرفيه كبيره، ومعناها ويعطيها الصحه لحتى الان، وربي يطول في عمرها، ولحتى الان فارضه روحها معناها في الاعمال الدراميه. ها كيفاش تصور الفيلا نتاعي تكون كيما هكا، عندك البيوت من فوق والصاله من اللوطه وجرده من هنا، وهذه بقعة الكراج. يعطيك الصحة. والمونتري منين تدخل؟ ها هذا المونتري. حلوة. سيد أحمد كي السبة يا ودي، يا مرحبا، تفضل اقعد. أحمد لاباس؟ كلام فيك لاباس؟ سيد احمد شبيك مو لاباس يا ودي، تفضل اقعد. شبيه الراجل احمد شبيه. المشكله اللي عملها لك سي ابراهيم على الفاتوره ما نسيتهاش، امانه تلهيت هاني ناديت لك توا، حبيت نعرف اش فما واش لي احوالكم واحوال الخدمه الخدمه لاباس، وحتى سي ابراهيم ما هوش ظلمني المره الاخرى. اها وتاكدت اللي الفاتوره ما هزها حد، احنا ضيعناها. انتم ضيعتوها؟ هذاك علاش ديما نقول لك رد بالك، راني باقي متهني بيك. تهنى ست طاهر. اش فينا واقفين هوني؟ هيا ندخل نحكي ولا على حد، هيا تفضل. بارك الله فيك. تفضل. كيفاش تعوض اليوم غياب الدراما وغياب الاعمال الدراميه؟ كيفاش تعوضها كفنان كممثل؟ هل تعوضها بالمسرح؟ بخدمتك المعروف عليك انك استاذ في التنشيط التنشيط هكا ولا؟ انا منشط معنا في نادي منشط في نادي المسرح بدار الثقافه باردو، وتابع وزاره الثقافه، وكذلك عندي شركه انتاج نسمى للانتاج الفني، ننتج فيها اعمال موجهه للطفل. فهمتني؟ تعوض في الدراما بالاعمال المسرحيه اليوم؟ والله ولو انه الدراما ما تعوضش هي الدراما شيء طبيعي، معناها حتى الناس معناها تقلقك برشا، معناها مش عارف شبيك ما عادش تظهر شبيك ما عادش تظهر. هل انه الاعادات اليوم اللي في التلفزه الوطنيه تتفرج فيها العباد وتستمتع بها، كيفاش تعيش انت؟ الاعادات للاعمال الدراميه بصفه عامه حاجه باهيه ياسر، وهي هديه بصراحه من القناه الوطنيه الثانيه. انا بدي نستمتع على غرار معناها الجمهور التوى يتفرج معنا على الاعمال الدراميه، انا يعني نخرج للشارع معنا ونشوف الناس كيفاش ردت فعل العبيد اليوم كيفاش. والله بصراحه تعاود تعيش اللحظات اللي عشتهم وقت اللي كان فما دورك في المسلسلات في رمضان. اي والله صدقني رغم معناها طوال السنوات، واحد معناها نجم تقول معناها رد الفعل معناها كما
كما تعدى المسلسل معناها والسيرتو خاصة معناها في مسلسل الحصاد معناها ديما تلقى رد كبير برشا معناها من الببليك سواء معناها اللي نتقابل انا وياهم ولا على الميسنجر فهمتي لا واحد رافيك حتى عاد بارتاجي في التصاور في اللحظات المهمة في المسلسل سيرتو في مسلسل الحصاد فهمتي فما رد فعل كبير معناها الجمهور الفرنسي معناها حاجة باهية سهل وحتى الأجيال اللي ما حضرتش يعني الأجيال الصغيرة معناها تتفرج على أعمال على أعمالنا فهمتي القدم خاطر بصراحة الأعمال القدم كانت ممتازة فهمتي كانت الحمد ممتازة لله. الحمد لله أعمال مسرحية حلوة برشا بس ما في تاريخ المسرح في تونس أهمهم جواب مسوقر جراد مجنون رقم 7 هذوما من ثلاثة من أهم المسرحيات اللي كانوا من إنتاج مسرح الفنون الدرامية ورقحية بقفصة واللي تبعوا بمسيرتك الفنية المسرحية لو كان نرجع شوية بالذاكرة ونرجع لك لأيامات هذوكم شو نجم نعرفه كيفاش كانت الانطلاقة في قفصة بدايتي بطبيعة الحال كانت في بمسرح الجنوبي قفصة تحت إشراف الفنان القدير عبد القادر المقداد وكانت انطلاقتي بمسرحية مجنون رقم 7 خديت دور وقتها دور حسن المرافق أو المصاحب للمجانين وكانت انطلاقة ممتازة كما مسلسل الحصاد بالضبط على نطاق جهوي قفصة تعرفت معناها في المجنون رقم 7 بدور حسن ومن بعد كذلك معناها قمت بدور طاهر خطيب الزهرة في مسرحية الجراد وكذلك سي الحضري في مسرحية جواب مسوقر وكذلك دور الرهبان في مسرحية العريش وقمت أيضا بدور في مسرحية علي بابا الموجهة للأطفال كانت بطبيعة الحال إخراج منصف البلدي ومحمد ساسي القطاري تحت إشراف بطبيعة الحال الفنان القدير عبد القادر مخداد وعملت أيضا مسرحية الشقيقان كانت من إخراج نور الدين المطماطي وكانت مجموعة كبيرة أمثال حليمة داود الفنان القدير حليمة داود والفنان القدير أيضا محمد الصياري الفنان القدير محمد توفيق الخلفاوي شو فكرتها كانت مسرحية الشقيقان؟ هي كانت صراع ما بين الإشقاء هي كانت صراع هي في حد ذاته وكان عمل باللغة العربية ووزعت أيضا في بعض المناطق خارج وداخل الجمهورية وهي في الحقيقة لم تأخذ معناها حظها معناها بالعروض حسب ما نذكر تقريبا حوالي 20 عرض أو 20 عرض ما خذيتش حظها من العروض 20 عرض أنا خذيت حظها قداش بالنسبة لي أنا لا بالنسبة لي أنا كنت صغير. في مسرح أي كنت في مسرح الجنوبي قفصة ساعات نعرض زوج عروض في النهار ما شاء الله دو جرون فهمت ولا معناها وهذه قوة المسرح هذه جويلية معناها جويلية وقوت وسبتمبر ديما تلقى ديما معبية بالعروض عشية في الليل فما بلايس مثلا نعرضوا لا ولا في الليل تو مثلا نذكر في القطار عرضنا مثلا 9 10 ونص طاف بدل الديكور رجع 11 ومثلا ونص نعم عرض برشا معناها نعود في عروض اختو عمر بالزر كيفات يمكن للف العرض عمر بزور علاش استمرت وعلاش نجحت اكثر من غيرها من العروض شنو اللي يفرق بينها وبين المسرحيات علاش وصلت اكثر من غيرها اليوم شوفوا لها في الناس تبارتاجي وتعاود تستمتع بها وقد ما تعديها وما ان العباد ما يملوش منها عمر بزور لقات نجاحات كبيره برشا وتوزعت معناها في كامل الجمهوريه ولسنوات لعده سنوات ما كنتش معاهم بعد وليت معاهم بعد وليت معاها كيفاش خلطت والله صدفه احكي لي الصدفه الباهيه هذه لا هي بصراحه هي مش صدفه باهيه علي لا هاو علاش احنا مروحين نخدموا في المجنون رقم 7 مروحين من رديف ماشيين لبنزرت يا اخي صار حادث وصار حادث فهمت لا وقتها عن زوج ممثلين ومعهم السائق فهمت لا وقع معناها شويه ضرر شويه فهمت لا خليناها معناها وقتها في المستشفى واحد وكذا واحنا وقت دخلنا معناها في خذينا معناها الرحله من جديد مسرحيه عمر بزور ولكن بالنسبه لي انا كانت فرصه هامه جدا لاني من قبل ما ندخل فرقه قفصه كنت نتمنى اني نكون ممثل معناها وجات الفرصه وجات الفرصه
وخذيت دور مهم عطان اي دور ارتجالي، كله ارتجال عملته في الولاء، وقمت معناها بعديد العروض معناها في مسرحية عمر بزر، ومسرحية عمر بزر هني قلت لك معناها اخذت نجاحات كبيرة عدة اعتبارات، سواء من اداء الممثلين، سواء من النص جيد، سواء من مستوى الاخراج، فهمتني؟ ومش عمر بزر بركرة، وحتى مجنون رقم 7 رغم ما وقعش تسجيلها في التلفزة، لكن عدت سنتين موسمين وهي تعرض وهي تعرض وفما في عديد العروض نعرضه بالمرتين في ليلة، نعرضه بالمرتين. أنا أتذكر في مدينة القطار مدينة القطار عرضنا عرضين في الليلة، 9 كمل منا زيد ترتيحوا شوية تعودوا مسرحية مرة أخرى، زيد نعود العرض الأخر وغيره، فهمتني؟ برشا بلاي صغار عملنا فيه معناها زوج عروض على الأقل. أي اليوم وين صنف مسرح قفصة مقارنة بالتاريخ الكبير للمسرح العريق هذا اليوم وين؟ هو بصراحة هو هام بالغياب، رغم كما عبد القادر المقبول. تقول أنت من إرثه هام؟ من إرثه الفني الكبير؟ بطبيعة الحال، تو التلفزيون الوطني مش تعدي، أكثر شيء معناها فرقة قفص. صحيح. هاي العريش، هاي المجنون رقم 7، قلت مجنون رقم 7، هاي جواب مسوقر، هاو ما نعرفش عمار بالزر، البرني والعطرة، معناها جل أعمال فرقة قفصة معناها قاعدة تتعاود معناها باستمرار. الحمد لله. الحمد لله. مبروكي اللي يشوف الأعمال المسرحية الكبيرة اللي اليوم الخزينة متاع التلفزة الوطنية أو المسارح تتذكرها، ويشوف اليوم مسرح قفصة، وين الأعمال؟ وين صاير فما مشكلة؟ هل أنو الفنانين اللي مشاو؟ وهل أنو فماش إنتاجات؟ شنو تنجم تقول لنا؟ أعمال فرقة قفصة دائما تبقى معناها مستمرة بنجاحات، رغم كما كنت تحكي معناها الإذاعة والتلفزة التونسية دائما معناها قاعدة تعاود معناها في الأعمال المسرحية جلها كما عمار بالزر. ولكن اليوم وين الفرقة؟ وين الأعمال؟ الفرقة تحلت ديجا، ما عادش لما فرق جهوية، ولكن وقع بعث مراكز فنون درامية ورقحية معناها بقفصة. إن شاء الله كملوا مسيرتنا معناها بأعمالهم وقاعدين ينصتوا أبار مراكز فنون درامية، فما قفصة معناها تشعب برشا معناها جمعيات فرق غادي أبار مراكز فنون درامية وقاعدة معناها تنتج إن شاء الله. علاش الأعمال ما وصلتش لنفس مرتبة أعمالكم والنجاحات اللي قدمتوها للجمهور؟ شنو تفتقد؟ تفتقد معناها برشا حاجات. قبل كانت الأعمال كما كنت نحكي لك أداء معناها من اللوائح الفنية كلها معناها ممتازة، ومسرح الجنوب القبصة بقى سنوات معناها بنجاحات ويغذي في الساحة الفنية التونسية بعديد الأعمال. ورغم حتى الدعم معناها قبل أكثر معناها الدعم التوزيع، كانت ثم برمجة قومية، كان ثم أسبوع المسرح، هذا أبار معناها أبار المهرجانات الصيفية، مش كان فرقة قفصة، كانت حتى فرقة القروان، جندوبة، المهدية، الكيف، وكان دعم كبير معناها من طرف وزارة الشؤون الثقافية.
تو حتى التوزيع ما عادش كما قبل. تو ما عرفش انا في 3 4 شهور كل معناها شركه او معناها مركز فنون درامي يعطوه زوز معناها 3 عروض في مارس كيف كيف، في الصيف كيف كيف، معناها تحت حتى البرمجه القوميه نتاع قبل ما عادش، فهمتني؟ واسبوع المسرح ثاني ما عادش. ان شاء الله ان شاء الله احنا نتمنوا معناها اللي جاي اللي من بعدنا سواء مركز فنون درامي ولا غيره معناها تتوفر لهم معناها الظروف معناها الطيبه معناها ونجموا يواصلوا لما لا معناها بنجاحات مسرح الجنوب بقفصه. عمار اش تعمل هوني؟ لا نستنى في اختي خديجه باش تجيب لي في الملف من الارشيف. شنو يا عمار؟ مالا قررت باش تتعلم الكونتابيليتي؟ اما علاش تفركس على شكون يعلمك بالفلوس؟ جيتني انا وراني علمتك بلاش زاده. الكونتابيليتي ودر شنو؟ انا نتاع الكونتابيليتي حصره قرايه انا كعبلاه في الجنين. عجب؟ ما طلبتش من سي مراد باش يعمل لك دروس كيف تقابلت انت وياه؟ هو حكى لي على كل شيء. زيد تفكر مليح. ولا تحب نزيد انا نفكرك في اللي قلته له انت كل؟ تفكرت. هذاك قبلت انا وسي مراد صدفة هي بيده. قعدنا نحكيو في سياق الحديث على ولدي نور الدين، قلت له راه ولدي نور الدين مقلقني ومش لاهي بقرايته، وقعدنا نحكيو على المراجعة وجبدنا على هذيا الكونتابيليتي. تو انا مازلت بتاع الكونتابيليتي وراسك وراسك يا سي محسن اللي خممت فيها هذه الكونتابيليتي حتى تعرف. هاو جا الملف نتاع نفسي. تفضل سي عمار، هاو الملف اللي طلبتني فيه. عايش اختي. تفضل. عايش اختي، ربي فضلك سيبها هي مراه استنى فيا، خليه يمشي تو يعمل هيا نسوا وجبه. يعيشك يا عمار. والله مسكين يسخف العذاب، ما مش على ولده في حل حليل عليه. نعم عمار مسكين ويسخف ويحس على ولده. اسكت انت، ما تعرفوش عندك الحق يتمثل عليك ونجح. عمار هذاك عنده حجر في بقعه الكبده وكور تحديد في بقعه القلب. ولده اشكون هلكو غيره؟ تسمع خديجه؟ هي هاني نسمع. قالت لك عمار مسكين ويسخف. سلمى عمار هذاك كيف لفعت تتبن ما يفيقوا بيه كان بعد ما يلدغ. رد بالك على روحك وحل عينيك. نعرف اش نعمل، مانيش صغيره ولا نرضع في صبعي. سي حسن قبل ما نودعوكش واش جديدك؟ نعرفوك ديما عندك اعمال جديده. اي انا الان معناها قاعد معناها نحضر في وديجا كمل العمل مسرحيه الدرس موجهه للطفل. يشارك فيها تمثيلها الممثل المسرحي فوج ابراهيم وان شاء الله في مارس تنطلق العروض. حبيت نشكرك في نهايه اللقاء، شنو تقول للناس اللي يحبوك واللي متعودين يشاهدوك عبر الوطنيه في اعمالك اليوم؟ الف شكر اختي نعيمه وشكرا للتلفزه الوطنيه، وان شاء الله نكونوا خفاف على المشاهدين، وان شاء الله وكل عام وانتم حيين بخير. ايش فما؟ شنو الدنيا باش تتقلب وهي تقول لي وين ماشي؟ خصنا نمشي معاك. موقف يا هابل. شنو با؟ مقروم في داري يا خالد. خد واخر وحق ربي لو ما نديك. احليني وجهي هابل. شبيه؟ شبيه فتحي؟ شبيك انت؟ نعرف عليا وزاد معانا في عقبات الليل يا هابل. وانت عارف عليا. كنت راكد وجيتك يا هابل. شنو با؟ فتحي. رجع مخك يا مجرم. شبيك يا خالد؟ شنو هذا؟ انسد الفحل بتاعك تو يقول لك. هم يا فتحي ما فهمت حتى شيء. ونعرف على بلاه انا ونعرف عليه. وانت عارف عليه. عندك الحق. انا قد حضر لنا تراي. بعد ما عائلك كامله قريب تنزل الجبانه. سلمى ايش تخوني؟ فيسا دليله هز مو بعد دليله. ها؟ خايف على العيله. والعيله الاخرى اللي تاخذ عليها. عندك كلاب. هي العيله وشكون من اللي نحب ناخذ عليهم؟ شبيه هذا؟ خالد شنو هذا؟ شنو الفجعه اللي عامل هذا؟ قول لها على الغاز اللي سيبته في الدار، وقول لها على الفجعه اللي وكل هنا هو. انا الغاز هذا اللي تعك عليه ولا هي الفجعه اللي سيبني يا دليل؟ يا خالد ماسك حق ربي تتحرك النتيج. خالد فين الغاز؟ فين؟ في دارنا اللي جاك منها. وقتاش يا عبد وقتاش؟ تو قبل ما ترجع فرشك بحر مرتك. خالد شنو على حكايه الراجل ما خرجش من الدار بالكل؟ سيبني عليها دليل يا اخي مش نقعد نتصرف فيه هذا. جرب قدم وحق ربي لو ما نتيك. خالد
هاي شوي يا خالتي زينة شد خلف باش وصلناكم باش عملناكم الخالد يهدي ما تعملش جري مع هاي ولد علاش هكا يا عم صالح وانا هو الغاز اللي يحكي عليه ولدك الارض الارض اللي ما خديتهاش بالحياه تحبوا تاخذوها بالموت وتقول ولدي اما انت ونسيبك يا فتحي احسبكم ربي الحاكم يفصلها يا خالد نحن مكروه انا هي الارض عليا وش هي الحكايه اعطي مريحة الكلام هكا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا وعددنا لليله من برنامج الما ونجوم اللي كانت من زغوين شكر كبير لكامل الفريق اللي اليوم بالحق تعب في كل زنقه في كل حومه في كل بلاصه من زغوين حتى يامن لكم التصاور المزينه هذيا على قدر محبتنا فيكم على قدر ما نقول لكم رانا توحشناكم ان شاء الله الجمعه الجايه نتقابلوا على الوطنيه في نفس التوقيت وعلى نفس الموعد في برنامج الما ونجوم صباح الخير.